احنا ليه دلوقتي بنسأل على الشرط الجزائي الخاص بعقد عبد الله السعيد؟ ان شاء الله الدوري لما يبتدي انا بقول لك يا استاذ امير ندخل برضو الجماهير شويه المعروفين اللي احنا ربناهم التعصب لا اللي يعمل مشكله في امن. احب اشكر كابتن امير. كابتن امير بصراحه حصل طفره في حته التعاقدات بقى ملف التعاقدات دلوقتي كل اللعيبه حصل استقرار في حته التعاقدات بقى كل اللعيب دلوقتي غير الاول غير ما احنا عارفين قبل كده نادي الزمالك كنا على طول عندنا مشكله ان ده خد مستحقاته وفي تفاوت بين اسعار اللعيبه والكلام ده كله. فطبعا الفتره اللي مسك فيها بصراحه كابتن امير ودي كل الناس في نادي الزمالك تشهد بالكلام ده ان هو بصراحه بقى في استقرار جامد جدا. الحقيقه هو في استقرار حصل من بعد ما هو مسك والدنيا ظبطت يعني بعد ما هو مسك امير وربنا يصلح الحال يا رب ونتمنى ان الدنيا تمشي كويسه كده مع نادي الزمالك. احب اقول له حافظ برضو على اللعيبه ويقفل على الفرقه ويشوف مساحات اللعيبه ويحافظ يرجع حاول يرجع كهربا برضو يحل المشكله. المفروض انت اقرب واحد للعيبه اي حد محتاج اي حاجه رجعها له. واهم حاجه عندنا كهربا، كهربا مهمه في الفرقه. اقول له اللي انت شخصيه محترمه جدا وعاوزين بقى صفقات جامده كتير من زي اشرف بن شرقي والناس دي. اه طبعا مين مش راضي في مصر دي على اداء امير مرتضى؟ شخصيه محترمه جدا. لا بشكر امير مرتضى منصور على مجهوده حتى قبل ما يبقى مشرف على الكوره في نادي الزمالك وهو بيساعد النادي وبيحاول يجيب صفقات للنادي كويسه وهو يعني شاب مجتهد وربنا يكرمه. يعني انا رايي بس يعني ان هو ايه حته اللي هي التنشنه اللي موجوده دلوقتي بين الاهلي والزمالك تخف شويه بلاش عشان الفتنه اللي بين الجمهورين جمهور كبار يعني بالراحه شويه على الاهلي والزمالك عشان الناس اصلا يعني الجمهور يرجع الملاعب تاني كده يعني. هو صراحه هو يعني انا كاهلاوي اقول لك هو يعني هو هادي ومتزن وهادي فلو هو ده والزمالك عايز كده يعني احنا كنادي اهلي يعني متسم بكده فالزمالك هو كده بس يعني بحيث التصريحات بالراحه شويه بس لكن هو انسان كويس يعني. احب اقول للاستاذ امير مرتضى امتى نادي الزمالك هيكون في وضعه الطبيعي في الدوري والصفقات الجديده اللي احنا عايزينها من كابتن امير ان هي تكون باتقان ويكون فعلا جمهور نادي الزمالك عايز هي تكون الصفقات دي فعلا تستحق وتكون جديره ان هي تلعب في نادي الزمالك. اقول له انت حضرتك دخلت النادي وعملت حاجه كويسه وكان في نفس الوقت كان في كلام كتير حضرتك لميته. احنا عايزين نلم يعني مش عايزين اي تصريح يدي الفرق المنافسه ان هي تعلق على التصريحات دي. احنا عايزين نشتغل يعني ايه في مطبخ مقفول. يا مساء الأنوار.